بعد واحد الغياب ديال 3 سنوات كيعود المعرض الدولي ديال مكناس ديال الفلاحة في النسخة 15 ديالو. هذا المعرض اللي عنده واحد الإشعاع عالمي جد مهم وكيتحسب من بين التظاهرات واللقاءات الكبرى على الصعيد العالمي، كيجمع أكثر من 60 دولة عدة يعني عارضين مختلفة. فالضيف الشرف هذه السنة إن شاء الله غادي يكون المملكة المتحدة يعني ويوم يوني، واللي يعني الموضوع الإجمالي ديال المعرض هو الجيل الأخضر والتنزيل ديالو لأجل سيادة فلاحية وغذائية مستدامة. فغادي يكون عندنا كذلك محاضرات وتنظيم المناظرة الوطنية ديال الفلاحة على نفس يعني الموضوع، واللي غادي يشاركوا فيها عدة خبراء ومهنيين وكذلك أساتذة من العالم كله. وكتعرفوا بأن هذا الموضوع هو موضوع الساعة من بعد هذا يعني الجفاف المطول اللي عاشته بلادنا في السنة الماضية، وكذلك محيط البحر الأبيض المتوسط وأوروبا كذلك. كنقول بأنه جفاف مطول اللي ما عمره عرفناه منذ أكثر من 40 سنة، واللي أدى إلى ندرة المياه. فالتأقلم ديال القطاع الفلاحي هو من الأولويات باش يمكننا نزيدوا في الإنتاج وكذلك يعني نقصوا من استعمال ديال الموارد الطبيعية، يعني كننتجوا أكثر بالأقل من يعني الإنتاج من الموارد الطبيعية وخصوصا فيما يخص المياه. وفي هذا الجانب بلادنا قطعت أشواط جد مهمة في تحديث يعني النمط ديال السقي باش يعني خصوصا فيما يخص السقي ديال بالتنقيط. وصلنا ل 750 ألف هكتار اليوم اللي مسقية بأصل ديال 1,600,000 هكتار اللي عندنا على الصعيد الوطني، والعمل مستمر في إطار ديال الجيل الأخضر اللي كيصبوا لواحد الفلاحة اللي مستدامة وفعالة إيكولوجيا، واللي غادي تسمح لنا باش نعملوا هذه الأسس الكبرى والمهمة للسيادة الغذائية ديال بلادنا عبر تحويل هذه الأنظمة الفلاحية إلى أنظمة اللي هي مستدامة وأنظمة اللي فعالة فيما يخص استعمال المياه اللي موجودة عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ذكرتوا كان واحد البلاغ نهار 3 مارس 2020 اللي كان بلاغ من طرف وزارة الفلاحة وجمعية الملتقى الدولي للفلاحة اللي كانت لغات في 2020 في مارس 2020 الدورة 15. اليوم الظروف الحمد لله كلها ملائمة بالنسبة للتنظيم ديال هاد الدورة 15، حيث في خلال هاد التنظيم لاحظنا بأن كاين طموح جد مهم بالنسبة للشركاء ديالنا بصفة عامة، ومنهم الممولين منهم العارضين ومنهم أيضا المؤسسات الدولية مع من خدامين باش نستضفوا إن شاء الله أكثر عدد من الشركات على الصعيد الدولي، ومنهم شركة إفريقيا اللي ولات كتهتم بالملتقى كملتقى يعني إفريقي ماشي إلا مغربي، وهذا كيزداد أهمية ومسؤولية بالنسبة لنا وبالنسبة أيضا وطموح بالنسبة للأوروبيين أيضا اللي كيجوا المعرض ديال المعرض الفلاحة المعرض المغربي أيضا باش يعني
يجتمعوا مع شركاء إفريقيين بصفة عامة. كنذكركم بأن في الدورة 14 كنا هيئنا حوالي 200 اجتماع، وما بين هذه الاجتماعات كاين لي غينون بي تو بي، كانوا اجتماعات اللي ما كيهموش يعني المغرب، كتلقى يعني جنسيات اخرى متعدده اللي كتلقى في الملتقى الدولي لغرضات اللي ما عندها غرض مع المسائل الوطنيه. اذا بالنسبه لهذه الدوره 15 ان شاء الله احنا كنتسناو باش نحطموا ارقام جديده اللي غتبين بان الملتقى الدولي ديال المغرب الحمد لله من اكبر ملتقيات على الصعيد الدولي، وهاد الارقام غيكونوا ان شاء الله على الصعيد العريضين وعلى الصعيد الدولي بحال اللي قلت. ونتمنوا الله باش يغيثنا سيدي ربي بالشتاء، باش ايضا بالنسبه لهذا الزوار اللي كنتسناوهم من جوج الى سبعه مي مقبل في مكناس يجيو بكثافه، ونعاود نسترجعوا واحد ديناميكيه اللي هي جد مهمه بالنسبه لبلادنا اللي هو الميدان الفلاحي. وشكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.